طب تعال نروح نشوف المؤتمر الصحفي قال ايه مستر موسيماني ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. What do you think? You have the league, the title is for Jamaica, or you have a hope to maybe you have mathematically you can win it? We have never ever spoken about Jamaica. بس هو عمره ما هيتكلم عن الخصم، حاجة بتقول له فرصة يعني الدوري كده يعتبر راح ولسه راح للزمالك ولسه في أمل، فبيقول لك أنا ما بحبش أتكلم عن الزمالك أبدا، ما بتكلمش عن أي فرقة تانية. I said it last week. قلتها الأسبوع اللي فات وبقولها الأسبوع ده وبكرة كل محاضرة والموسم الجاي، عمري ما بحب أتكلم عن فرقتي بس بركز على الأهلي بس بركز على الأهلي مش على الزمالك وبركز على أي حكم. أوكي اتفضلوا أسئلة. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. هيك عايز صوتك من فضلك. قال صوتك بعد اذنك. قال ان هو صعب في الاهلي داخل في كابتن عادي قال صعب ان حد في الموسم ده يجيب ان جنرالي Before you come to the press conference for the Al-Masri, the head coach of Al-Masri, Captain Ali Maher, said that it's very difficult Ahli to concede two goals in the same game. But his remark is that we concede many, many games this season. What is the reason for that? I don't want to talk about Masri. No, he's talking about why we concede many goals this season, which, our team. Why we concede many goals this season. Well, it's football because we are taking... Excuse me? No. Today, it's 4-2. Another 4-2. Okay. For me, I don't want 2-0. بس انا بقول ما حدش سمع السؤال وبيقول ليه دخل فينا اهداف، بيقول قلت كابتن علي ماهر بيقول احنا صعب فرقه تدخل جولين في الاهلي. And then you were gonna say we didn't concede a goal. You understand? طب هو بيقول لحياتك. If we win 2-0, the score is 4-2. If we win 2-0, yes. Wait, listen. If we win 2-0, it's the same result. Two goals difference. اوكي اشرح لك بقى بسرعه. هاي بت... then you will say we didn't concede a goal. I won 4 goals. هو حاجه بتتكلم حاجه بتقول ان كابتن علي ماهر بيقول لي صعب فرقه تجيب جونين في الاهلي وسادي حاجه ملحوظتك ان الاهلي دخل فيه جوان كتير، بيقول لك بس احنا بنجيب جوان كتير، يعني زي النهارده 4-2 4-2 تساوي 2-0، كان ممكن نكسب 2-0، هي 4-2 دخل فينا جوان، فهو نفس الموضوع احنا في دخل فينا جوان كتير بس احنا بنسجل. Don't you want to see the goals؟ ما بشوف يعني مش عايزين نشوف الجوان بنسجلها، احنا بنجيب وبيخش فينا بنستقبل يعني. We could have scored a lot today. Yeah, yeah. We could have scored a lot. Despite of our scoring, we concede goals. When you go up, ماشي 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 تقول ده قال كذا كذا. خليها فرقتنا احسن. ماشي نتكلم مع المدير الفني الثاني بيقول كذا. لا ما تقولوش ان هو قال لا. اوكي. ما تقولوش. You want to remark about the other things. اوكي خلاص اوكي. طب ماشي. Focus on the positives. طب ماشي من فضلك ماشي 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 من فضلك ماشي. Focus on the positives. حضرتك نتكلم حاجات ايجابيه وماشي نتكلم ده قال عليكم عشان. Six goals. الايجابي ماتش 6 جوان النهارده وجبنا 4 جوان. اتفضل يا فندم. كويس لكره القدم بشكل عام. اتفضل يا فندم. طبعا مبروك فوز الاهلي. ريس فور ذا ويننج تونايت لمصر. حسنا النهارده ان فريق مصر كان بيلعب ند لند. ماكو هاف بلاي اوبن جيم هيد تو هيد اجاز الزمالك. تعالوا معايا. ايفن فور المصري. تستجيب للاخطاء الدفاعيه. تستجيب للاخطاء الدفاعيه. ويطلع بالنتيجه اللي هو عايزها. النهارده لقينا عدم الاستعانه بدر بلول او محمد شريف رغم محاكه المباراه ليهم، هل ده كانت لاسباب فنيه ولا ما زالوا لسه مش جاهزين للمباراه؟ يا اوكي المصري في اوبن جيم توداي اي جاز لاند از اد تو هات وات بدر بلول مين فات؟ بعد ما محمد شريف واز ابسنت توداي بيكوز اوف ذا انجري او ذا هاف تكنيكال بوينت اوف فيو فور يو يو ار تيكينج بوينت اوف فيو تو بارتيسيبيت وي اكسبكتد this kind of a game against Masri. طب انا هقول الجزء اللي حضرتك قلته السؤال المقدمه مش هنقول ان حكايه ليه بدر بانون ومحمد شريف ما شاركوش، بيقول حضرتك كنا متوقعين الماتش يبقى بالشكل ده قدام المصري. We don't have to risk Sharif and you go out for sick for a long time. مش عايزين نخاطر ونشارك شريف ندفع بشريف ويجي يغيب لفتره طويله. And بدر بانون just come back from corona. وبدر لسه راجع من كورونا. But we expected this kind of a game. كنا متوقعين الماتش هيبقى بالشكل ده اللي حضرتك قلت عليه. Masri is a good team. لأن مصر فرقة كويسة. And they want to attack. وعايزين يهاجمونا. They want to show that they can score against us. عايزين يقولوا ممكن عندهم القدرة يسجلوا قدام الأهلي، عايزين يلعبوا ماتش مفتوح قدامنا ويلعبوا. They played the emotional game. ولعبوا ماتش بحماس وبروح. And I told the players at halftime. وبين الشوطين أنا قلت لعيبتي. That
they will come back for more. هيرجعوا الشوط الثاني هيحاولوا يجيبوا يدوا اكتر هيحاولوا يسجلوا ثاني. جابوا جونين عايز يسجلوا ثالث ورابع عايز يسجلوا ثاني قدامنا الشوط الثاني. قلت لعبتي ان الشوط الثاني ممكن يجيب اثنين او ثلاثه كمان. And we had the chances to وكان عندها فرصه تهديف كان ممكن نجيب يبقى so it's an open game. كان ماتش مفتوح it's an emotional game. كان ماتش كله حماس عايزين الفريق المصري عايز يبين ان هم ند النادي الاهلي ممكن يكسبوهم اوكي ده طبيعي يعني اوكي ثانك يو. I believe you want two goals? You don't want six?